تحميل قف نتائج السادس الإعدادي الدورة الثاني 2022 عموم المحافظات عبر موقع نتائجنا وناجح وزارة التربية العراقية. نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني 2022 بعدما انتهى لآلاف من الطلبة والطالبات لأداء امتحانات الدور الثاني الصف السادس الإعدادي 2022 جميع التخصصات العلمي والأدبي والتطبيقي والشرعي، حيث انطلقت أعمال التصحيح الدفاتر الامتحانات لجميع الطلاب بمختلف عموم العراق من الكرخ والرصافة والبصرة والموصل وكربلاء وواسط والنجف وكركوك المتني والإنبار ديالي والقادسية وذي قار وصلاح الدين والسليمانية وميسان ونينوي وبابل واربيل ودهوك وغيرهم، حيث تشهد الساعات القادمة عمليات بحث مستمرة من قبل الطلاب لمعرفة نتائج السادس الإعدادي 2022 الدور الثاني، وفور إتمام عمليات التصحيح سوف تصدر نتائج الدور الثاني للصف السادس إعدادي 2022 عموم المحافظات في أن واحد. نتيجة السادس الإعدادي الدور الثاني 2022 انطلقت امتحانات السادس إعدادي الدور الثاني بدأ من يوم 27 سبتمبر وتستمر حتى مطلع شهر أكتوبر، واليوم بدأت عملية التصحيح، وخلال الأيام القليلة القادمة سوف تعلن كافة نتائج السادس إعدادي الدور الثاني 2022 عموم المحافظات والإفصاح عن نسب النجاح لطلاب بالدور الثاني. سوف نستعرض لكم عبر سطور المقال كافة الروابط الرسمية التي تعمل من خلالها نتائج السادس إعدادي الدور الثاني 2022 سواء عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا وموقع ناجح وموقع النجاح. روابط استخراج نتائج السادس إعدادي الدور الثاني 2022. يهتم الآلاف من الطلبة والطالبات بالحصول على رابط تحميل ملفات نتائج السادس إعدادي الدور الثاني 2022 مباشرة فور إعلانها من قبل وزير التربية والتعليم في العراق، ويمكن لجميع الكليات اتباع الخطوات التالية. الدخول عبر رابط موقع وزارة التربية العراقية أو موقع الناجح والنجاح ونتائجنا. اختيار نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني 2022. إضافة رقم الجلوس واختيار للمحافظة. الضغط على عرض تحميل ملفات السادس إعدادي الدور الثاني 2022.